والله الفيضان سبب اضرار كثيره بمخيم الشرقيه وهبطت خيم كثيره وتكشمت من كثر المي وطاف ارتفاع المي ارتفع حوالي المتر متر وشوي متر وعشرة سنتي تقريبا ما شاء الله يعني انه فيضانات مو طبيعيه والاداره تبع المخيم هنا والله ما قصرهم يعني اجوا له هنا وعملوا المجهول عليهم يعني اشتغلوا معانا الى الساعه واحدة بالليل يعني كثر الله خيرهم يعني الحمد لله اشتغلهم وبالنسبة للمخيم الضرر كثير يعني والله مبارح الفيضان ضرر المخيم جميع المخيم والخيم انهدت والعالم طافت الخيم طافت الفنج الحرامات العالم تضررت فما اجى مجلس المحلي والدفاع المدني والمدنيين من خارج المخيم الله يجزاهم خير ساعدونا قدر امكانهم لعالم طلعت نزحت من المخيم هذا بسبب الطوفان اللي صار هون اخذوهم على بيوت على المزارع على الجوامع الله يجزاهم الخير المدنيه اخذوهم مع بيوتهم والمجلس المحلي ساعدهم اخذهم سيارات صار ينقل العالم و... واجت البواقر والفصائل اجت الفصائل ساعدونا هم مجلس محل الدفاع المدني انه فتحوا رقارات مشان المي تنزل فظلوا اكثر من خمس ست سبع ساعات انه يمشون امور المخيم انه الماء طافت اكثر من متر متر وربع البارح الشيء صار فيضانات اللي صارت طمرت المخيم كامل مما ادى الى يعني تلف المخيم باكمله من اسفنج من حرامات من المواد الغذائيه وخروج الاهالي خارج المخيم <applause> طبعا الشيء اللي اللي ادى لهذا انه ما ظل شيء انه خرج العالم تبرك عليه لا سفنج لا حرام لا سجاده لا شيء يعني والوضع الطرق والوضع صار ماساوي وهذا هذا الحال طبعا هاي اكثر من حادثه صارت تتكرر لكن دون اذن صاغيه لكن الحمد لله نشكر كل من ساهم في امبارح ليلة امبارح ما قدموه ولو بكلمة نشكر أخواننا في مدينة الباب نشكر أخواننا في منظمة ساعد إيها عدالة على ما قدموه واستجابتهم السريعة نشكر الدفاع المدني نشكر أخواننا المدنيين الذين لبوا لكن لا نقول إحنا لا نريدهم وقت الشدة نريدهم وقت الرخاء في كل وقت يأتون يتفقدون هذا المخيم عن حاله عن حال أهله فالوضع والله يا أخوان مأساوي ولا يسر لا عدو ولا صديق ولا نقول إلا الله المستعان